آه، إحنا بقى نيجي في العيد نأجز والحكومة بقى تشتغل على طول. يعني أنا عارف الحكومة ما بتاخدش أجازات كتير قوي يعني، لكن أنت عارف بيبقى في وزارات كده بتبقى إيه، تعلن حالة التأهب القصوى. يعني مثلا هتلاقي الداخلية تعلن حالة تأهب، تلاقي التنمية المحلية تعلن حالة تأهب، الصحة تعلن حالة تأهب. هتقولي الصحة ليه؟ أقول لك أبسط حاجة الفسيخ، يعني ده أبسط حاجة. إن لم تكن هناك حاجات تانية بقى وزارة الصحة نفسها بتبقى عاملة لها استعدادات خاصة وما إلى ذلك. هنا خلوني أخد معانا على التليفون وأقول له كل سنة وحضرتك طيب وبألف صحة وسلامة دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا بيك يا دكتور. أستاذ يوسف تحياتي لحضرتك، وكل سنة وحضرتك ومصر والمصريين والعالم كله بألف خير وحضرتك بالصحة بمناسبة الأعياد. احنا هنأجز وحضراتكم بقى ايه هتبقوا في حالة التأهب القصوى. يعني دي حقيقة لابد ان يعمل اناس ليستمتع اخرين بالاعياد والاجازات. الله اكبر. طيب حالة التأهب القصوى، يمكن انا حتى كنت بطرح السؤال انه الصحة هتبقى مهمومة بإيه للدرجة دي في العيد؟ اللهم إلا لا قدر الله، يعني لو حد أكل أكلة فسيخ مش ولا بد. يعني دي واحدة من الجوانب التأمين. احنا عندنا تأمين وقائي مرتبط بالاستعدادات الوقائية سواء على مستوى زي ما حضرتك قلت التغذية والأكل وأماكن تقديم الطعام ومقدمي الطعام، وعلى مستوى النواقل الأمراض والحشرات والتطهير سواء كانت قوارض حشرات والحملات اللي بتقوم بها الوزارة في أماكن التجمعات لتطهيرها من قبل ما الناس تروح وتأهلها عشان ما يبقاش فيها حشرات وذباب وناموس أو نواقل الحشرات من القوارض وغيرها. ده مستوى. المستوى الثاني مستوى التأمين الطبي على مستوى المستشفيات وفرق الطوارئ وأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، وعلى مستوى الطرق والسفر. انت عارف الناس بتسافر في فترات الاعياد سواء للمصايف او لزياره اهاليهم في المحافظات المختلفه. صحيح. سيارات الاسعاف احنا بنتكلم على اكثر من 3339 سياره اسعاف بيعاد انتشارها وموضوعها حسب كثافه الحركه واتجاهات الحركه من خارج القاهره الى داخل القاهره او بالعكس. طيب هل يا دكتور حسام بيبقى يعني في الاعياد معدل ال هقول ايه يعني معدل الاصابات لا قدر الله او معدل مثلا دخول لطوارئ او حاجه زي كده بيزيد عن الايام الطبيعيه على مدار العام؟ يعني يمكن اكثر زياده بتبقى في حوادث الطرق، لانه بيبقى في تحركات أكثر كثافة على طرق السفر سواء طرق السفر إلى المدن الساحلية أو إلى محافظات الدلتا أو السفر إلى الأماكن السياحية، التجمعات اللي بتحصل في الحدائق والمنتزهات، فبيبقى في عندنا ازدياد عن المعدلات المعتادة في حوادث الطرق. بيبقى ممكن يبقى التجمعات بينتج عنها نوع من الإعياء أحيانا من الازدحام اللي بيسبب برضو ارتفاع في الحالات اللي بتيجي نتيجة التجمعات اللي موجودة في المنتزهات والأماكن. عشان كده دايما بيبقى عندنا استعداد أكثر وزيادة أكثر سواء في الفرق الطبية أو في الأدوية والمستلزمات اللي قريبة من الأماكن الجغرافية للحدائق المنتزهات الأماكن السياحية وكذلك على الطرق. معدلات نشر سيارات الإسعاف بيختلف، يعني لو كنا بننشر كل 7 كيلو في الاوقات العاديه في اوقات السفر بتوجيهات السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ان احنا بنخلي المعدلات تقل الى 5 كيلو يمكن 4.5 كيلو بيبقى تمركزات سيارات الاسعاف. بماذا تنصحنا دكتور خلال هذه الاجازه؟ يعني الحقيقه الكورونا ما زالت موجوده، لم تعلن منظمه الصحه العالميه انتهاء بعد، وبالتالي الحرص على التهويه الجيده، استخدام الكمامات في الاماكن المزدحمه سيئة التهويه، اللقاحات للي ما تلقحش، الجرعه التنشيطيه، التطهير المستمر، ده شيء مهم. مهم بقى الاكل، وانت عارف احنا لينا طقوس مرتبطه بالاكل في اعياد شم النسيم مرتبطه بالاسماك المملحه، واحنا اصدرنا بيان بالنصائح المرتبطه باكل الاسماك المملحه،
وفي نفس الوقت في الأعياد بقى والكحك والحلويات والفطار اللي فيه كحك وفيه دهون نباتية مرتفعة. فالحرص على نظام غذائي متوازن، الحرص على عدم الإكثار سواء من الأسماك المملحة أو من الكحك والحلويات في فترة العيد، تغذية متوازنة، التأكد من المصادر اللي بنشتري منها، التأكد من الأماكن اللي بنشتري منها، بالإضافة إلى المراعاة زي ما قلت حضرتك كده، التطهير المستمر للأرجح والأيدي والتهوية الجيدة. طبعا حضرتك شايف تقلبات الجو ما بين الحرارة وما بين البرودة أحيانا، فالالتزام بما يصدر من هيئة الأعصاب الجوية المرتبطة بتغيرات الطقس، سواء في أتربة سواء في ارتفاع درجات حرارة أو انخفاضها، بالحرص على الالتزام بتوجيهات هيئة الأعصاب فيما يتعلق بحالة الطقس والملابس المناسبة اللي بيتم ارتدائها باختلاف حالة الطقس. طيب دكتور حسام، احنا نتذكر انا وحضرتك انه كان زمان في بيوتنا عندنا كده دولاب بنسميه الاجزخانه، يبقى فيه اسعافات اوليه. والدولاب ده ما بقاش غالبا موجود في البيوت، وتحول الى درج من ادراج الكومودينو المكتظه بمجموعه من الادويه غالبا منتهيه الصلاحيه. تنصحنا نحط ايه في دولاب الاسعافات الاوليه بتاع زمان اذا كان لسه متواجد؟ هو أول حاجة أنصح بمراعاة شروط التخزين، لأن دلوقتي بقى التخزين في الدولاب مش هو التخزين الأمثل، أغلب الأدوية صح، بتحتاج درجة إنها توجد الحرارة. في درجة حرارة الثلاجة. فإن إحنا نخصص جزء في الثلاجة للأدوية اللي بنسميها الـ OTC، الأدوية المسكنة، بالإضافة إلى الأدوية اللي بتتعامل مع حالات النزيف البسيطة أو الجروح البسيطة، المفروض انها دائما تبقى متوفره في المنزل. بلاستر، شاش، قطن، كلام من ده يعني. بالظبط. ومحدش يوصف دواء لحد، ربنا يخلينا. لا، مفيش غير الادويه اللي هي بتؤخذ من غير وصفه طبيه، انما اي دواء ايا كان لا يؤخذ الا بعد استشاره الطبيب. اشكرك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب، وباذن الله عيد سعيد علينا جميعا يا رب. كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة حول الاستعدادات في الوزارة وحالة إعلان حالة التأهب دائما العيد.